الشعب السوري واحد. ثلاثة أشهر لا يأتي إلينا لا دواء ولا غذاء ولا المحروقات، لماذا لا نعلم؟ ما في، كل شيء ما في، محروقات، كهرباء ما في، مولدة ما في، أولادنا صغار مرضانين وما بيعرفوا ندبر حالنا. يعني صار شهرين لا مازوت، لا كهرباء، لا غاز، لا أدوية، لا حليب للأطفال، يعني بنطالب برفع هالحصار هذا اللي صار على مناطقنا. تصدير النفط ايضا يتم عبر قناتين، اولا قسم منها يذهب الى النظام السوري، والقسم الاخر يذهب الى كردستان العراق وبالثمانية الى تركيا وتباع في الاسواق العالميه. وهذا النفط ايضا يباع بارخص الاثمان، يعني اذا كان سعر تصدير النفط 70 دولار فقسم تبيعها ب 20 دولار، اضافه الى ذلك 20-50% يذهب الى جيوب هؤلاء المسؤولين في القسم، و10% يبقى للمواطن السوري. اذا الصراع بين الاسد وبين النظام السوري هو صراع اقتصادي درجه اولى.